الله صايب الضفاري كما كتشوفوا اخيرا زوينين الالوان هما لي كولور نتوما بحال ريستورون مكسيكان بوريتوز بحال هادو دائما كيعطوك هاد كيسميو هادو مع الغواكامولي غواكامولي وكتحك لافوكا كيمعجبها مزيان مع هذا البصلة والبزار والملحة كياكلوها بهادي ايوا هذا ستيل مكسيكان دائما كيجيبو لك هادي بحال هكا زعما ستيل مكسيكي ايوا غناكل شوية ونمشي نمشي ندي بنتي تشاينا تاون نصور لكم شوية اخيرا نشوف تشاينا تاون حيت هذا تما بوريتو البوريتو اللي خديتو ديال الحوت عندهم بزاف الانواع ولكن خديت انا ديال الحوت شفت بزاف الهوا الثمن ديالو المهم هادشي كامل تقريبا 17 دولار طبعا كنت بغا نتسنى ناكل تشاينا تاون ولكن انا مكيهمني الجوع صافي مكنقدرش نصبر خاصني ناكل دابا يا دابا ايوا البنات غاليا دابا نمشي نجيب غنمشي نجيب نور باش نمشيو لتشاينا تاون شنو تاني غنمشي لتشاينا تاون حيت وعدتها شوفوا الا وعدتي شي حد شي حاجه خاصه للوليدات كتوعدهم كتبقى عاقل كيبقاو عاقلين عليها خد فاري فرحانه بفاري المهم صافي لا مو مرت مرت الاكس الاكس عكوزه هي ومرته مقابلين دراري غيبقى مقابلين هاشم على ما نمشي نخرج نور وهاشم هو اللي مسكين هذا الويكاند ما خرجتوش بزاف شويه في الصباح وهذا ولكن ان شاء الله كنخرج مع الجوج غنبدا ندير لهم بروغرام هكا نخرج بكري نخرجهم للبارك ولا ندير لهم لابيسين ولا شي حاجه ولكن راه شعري دا لي نهار كامل واليوم بغيت هذا الصيف كل ويكاند نخرج نور البلايص اللي فيهم الزحام وهذا نخرج غير نور البلايص اللي مفتوحين هكا مشيت عند شي صاحبتي مع وليدات هكا ندي معايا هاشم بحال كما قلت لكم كل ويكاند بغيت نخرج نور لهاد المتاحف اللي كاينين في شيكاغو متاحف واعرين دار الاوبرا هكا باش كيتنمى عند هذاك التيست هذاك الذوق تعرف دار الموسيقى تعرف التاريخ ديال المدينه تعرف هذاك المتاحف اللي عندهم واحد التاريخ كبير تعرف الناس فبدات كتكبر شويه تبارك الله مره قلت نخرجها معايا لشي بلايصه وهاشم كنخرجوا لي باك البلايص اللي مفتوحين البلايص اللي فهمتي واخا تيبقى يجري ما تخافيش مثلا نور كتبقى شاده ليا في ايدي كتسمع تبارك الله قربت دير 7 سنين فاسين مناسب و فوالا فدابا غنمشي نجيب نور غنخلي الطوموبيل غير حداهم وغنشد تاكسي انا وياها اوبر حتى المهم تشاينا تاون ايوا صافي ملي يكونوا جايين كيبان ليا غنشد غطخا انا ونور وهضر مع اختو الصغيره صاحبتي ظريفه نقول ليها هزينا من ستاسيون ديال الطخان اللي حداهم هكا كوم سا نوفر شنو ثاني ماش كنت بغي نقول لكم والله الا كنفكر البنات نجيب مساعده هذه هادي نور قربت اوكي وليت كنفكر نجيب مساعده معايا انا عثماني ضيخه غريبة من المره في السيمانه قدرت تشدي شي مرا تقابل لك شي 8 سوايع تقريبا شي 100 دولار 120 دولار يعني تجفف تغسل المعان طويل الحوايج قاد لك الدنيا هكا شي اللي بغيت نولي ندير واحد 8 سوايع نخرج ولادي برا تكون شي مرا ثقه ونخرج ولادي برا ونخلي ليها الدار هذاك الشيء اللي باسبور هذا الا كان شي ذهب شي تخربيقات اللي نخاف عليهم ونحيدهم وصافي نخليها لي انا يتعذبت البنات شوفي ملي كتخدمي وترجعي وهاديك الويكاند كندوزو غير جميع بعداك واحد النهار عندك على يومين هما اللي اوف كتبقاي دوزي فيهم جميع الناس يمشيو يدوروك شي وانا نبقى نجمع والله الا تبعتي الجميع والطياب وداك الشيء دوزي الويكاند كله جميع وما تكمليش فهاد الشيء اش قلت ماشي مشكل جوج حوايج مره بغيت نولي نجيب مرا باش نركز حتى الانستغرام والانستغرام واليوتيوب حيت هما راه بيزنس يعني الا خدمت عليهم وعطيتهم حقهم حتى هما راه كيعاونوك على الاقل يخلصوا ليك الثمن ديال المراه يخلصوا ليك الثمن ديال الاشياء البسيطه ان شاء الله و فوالا ولقيت واحد الفوتوغرافر بروفيشنال فوتوغرافر باش نبدا ندير جلسات التصوير وهذا طلعوا النيفو شويه فهمتوا
راه واخا يعني كتكون واحد لانفيستيسمون او واحد الاستثمار اللي كيجيك شويه قاصح في الاول كبدايه، تشوف فوتوغرافر يصورك يدير لك المونتاج اللي كذا اللي كذا، ولكن مع الوقت هذاك الشيء كيعود بالخير، ان لي كونط كيطلعوا، ان الواحد كيطلع ثاني لواحد المستوى جديد، كيبداو ثاني مره مره كاينين شي براندز اللي صغار كيهضروا معايا كيقول لي ديري معايا دي كولابوراسيون. والانستغرام انا مابقيتش وليت هامله، عندي فيه دابا 171,000، بغيت نطلعو ان شاء الله. انا شوف راه كنقول لكم بحال خوتي، كنقول لكم بكل صراحه، بقى ما عمرني ما درت الاشهار شي حد بالفلوس. يا منات كيقول لي داري الاشهار كنديروا لي ما فابور، قلت تان سالي ليه، فهمت تان سالي ليه. الناس اللي كنعرفهم ديال روحي العائله وهذا وهذا راه كندير لهم بلا حتى حاجه. كاين اللي كيقول لي ديري ليا وما كنديروش ليه، ماشي لانه ما بغيتش، ولكن كيكون اصلا شي فانيد شي حاجه، شي حاجه انا مامناش بها، ولا ربما تكون مضره للناس. ما نقدرش نقول لشي حد شوفوا ديروا هذه كلوا هذه، ما يمكنش. مي فوالا البلان نيكست ستيب هي انني نخدم على الانستغرام، حيت دابا كيجيوني دي عروض، ولكن هكا بزنسز اللي صغار دينا هذه دينا هذه ديال الرياضه، هذه هذا ديال اللبس، هذه كذا، ما عمرني مقبل شي حاجه لانني اصلا ماشي اكتيف بزاف في الانستغرام. كنقولوا بلاتي خليني ثاني نخدم عليه مزيان، نوصل لواحد 250,000 ولا 300,000، ونبدا ندير ديريكت الجلسه التصوير شي بروفيسيونيل، فيديوهات بروفيسيونيل، وديك الساعه ان شاء الله نبداو نديروا حتى حنايا بحال داك المؤثرين الكبار، نبداو ناخذوا نديروا لي كولابوراسيون هذا فوالا. المهم حاجه كدير حاجه، بحال واحد السيد مغربي تبارك الله رجل اعمال كبير، كنت درت معاه لايف هنايا مهدي كاين في كاليفورنيا، كان قال لي شوفي رجاء خاصك تعلمي، هو بزاف الناس ناجحين كيقول لك خاصك تعلم انه يو ديليغيت ديليغيت، يعني الحوايج اللي غياخذوا لك وقتك الثمين، وقتك الثمين بمعنى انا ربما مثلا قريت ولا عندي واحد سكيل ولا واحد المهاره اللي غتجيب لي الذهب، فهمتي؟ فعلاش انا غنضيع هذاك الوقت ديالي في التنظيف ولا في الغسيل، وانا بامكاني كم بيبي جيرلي كم بيبي كم جيف مي ام ريكوردينغ كم جيف مي كيسي. فعلاش هذا يعني واحد الحاجه اللي انت عارفه راسك ديري فيها غير ساعه ساعتين غتجيبي فيها الاموال الطائله، علاش ضيعي وقتك فواحد الحاجه اللي ممكن تخلصي شي حد يديرها لك، وركزي في الحاجه اللي انت يو ار بيست ات تو ميك جود ماني. اورايت انا نشوف بنتي دابا زوينه. وير ار وي جوين؟ تو تشاينا تاون. تشاينا تاون. وي ويل لاف ات. نور الكيسه ديال ماما هالزوينه، نور الفنه. يو هابي؟ Yeah. احسن حاجه بحال هكا اوبر يوصلك حتى تماك، ما تبقايش تبقى ندور في الطوموبيل وخلي الباركينغ. وهذا الاوبر تقريبا لقيناه ب 40 دولار، ملي نكونوا راجعين غنشد انا وياها الدخان حتى نقربوا شويه ونقولوا لعمتها تجيبنا هنايا باش نوفروا. هنا يا زينة تشاينا تاون، كتحس براسك بحالنا كاين فلاشين. نوري كم تو ذا رايت، اولويز ووك تو ذا رايت ماي لاف. الشيشة ديال ماما هزوينة. ار يو هابي؟ دو يو لايك وات يو سي؟ نجينا هنايا ندورو الفيزا اكتشف تاهي. شنو عندهم بزاف كشي ice creams or whatever. It looks nice. Yeah. Yeah, we'll get something after we go to that place where the stores. Okay, but just tiny one. داي صغار ضروري قالت لي خذي لي شي لعبه، قلت لها واخا. المهم ملي كتجي هنايا كتحس براسك بحال قالت في الشينوا. احساس شكاي زوين. بلاصه. Wait baby girl. ما فكره كيفاش دايره هاد الدنيا هنايا. كم ماما؟ هيبات ماما قالت لك والو خذي لي شي لعبه من هنايا تذكار، عاد من بعد ناكلو شي بلاصه. شفت هنايا تاخذ شي سوفينير، عاد نمشي ناكلو شي بلاصه. You should get something like typical Chinese, something like you only find in China. That's how it should be. What about this one? What's this cars? No. Okay, just put that back for now until you find something nice. Remember, only one thing. كنفكر على حاجة واحدة، باش ما تقولش ليا.
بزاف. We should get something typical Chinese. شيشة. You wanna open this? أنا ما كنخش ليها بيبسي غير اليوم لأنه special day. ليها ماشي مشكل. شرب منها شوية. ما فيها بس. ما خفت نكذب جينا إحنا يا تشاينا تاون وخذينا مثل ديال فيتنام. ولكن هادشي كيبان زوين. هادشي كلشي خديناه غير الفواكه فواكه البحر. فواكه البحر تاعنا كضرب بالعربية الفصحى زعما. المهم لي كروفيت هكا. هكا زوين نور كيعجبوها الشريمس لي كروفيت. You like this mommy? صافي تعطلنا على هاشم. غنمشي غا دابا. صافي غنشدو اوبر نمشي بحالنا صافي. المهم هاي الدنيا كما كتشوفو. كلشي مكتوب شوية كتحس بيه بحال راسك بحال جالسة في بلاشين. المهم واحد الجو زوين صراحة. بيبي did you have fun؟ غنمشي توحش ولدي يا بنات. توحشت ولدي توحشت ولدي. مسيكين هي كيفاش دايرة. يالله صافي حنايا سياحة في الشينوا. تنور قالت لك بغا تجرب. هنا عييت صراحة. وتوحشت ولدي مسيكين راه دغيا راه ما هضرنا ما والاش شوية بزربة بزربة. ومشيت مسيكين شفتو كيبكي بقى فيا. بقى ندوز معاه وقيت وهاد السيمانة نعطيه وقيتو أكثر. بيبي مسيكين. ايوا الحمد لله داز واحد النهار زوين في تشاينا تاون. ولكن المهم داز زوين كلشي وهذا. ولكن مشيت لقيت ولدي عرقان مغطينا بواحد المانطا كله عرقان حتى اخر مره نديه الا الا كانت اختو ولا الا كان هو في الدار. المهم مشيت لقيته هو بعدا المهم خارج ما كاينش كاينه غير مامو قالت لي ماشي مشكله دخلي هزي ولدك راه ناعس. ملي مشيت لقيته في البيت تهدي عليه بوحدو مغطينا بمانطا ملويه على 4 مرات فهمتي. ومسكين عرقان عرقان عرقان. ولاحظت واحد الحاجه ملي كنديه للدار باه ما كيبغيش مسكين كيتمسك فيا عاد يبقى فيا والله عاتو قطع ليا مسكين في قلبي. وملي كيمشي عند صاحبتي المصريه عرفتي كنهزو بحال هكا هو راه وصال زعما مسكين شاده من هنايا هو بعنيقه بايدو كيدير لها بحال هكا زعما يجديني مسكينه كتهلا فيه. شغل نقول لكم تحد ما يدير لك بحال ما يدير لكم بحال ولادكم. مازال دابا نور الحمد لله مي كبيره شويه كتهضر وهذا كتقول لي بالضبط راه هذا قال لي دار لي ما عجبنيش هذه فهمتي. الوليد الصغير هضرت معاه حيحت عليه قلت ليه شوف اخر مره دي ولدي عندك الا كنتي نتايا واقف عليه اي اما باش دي وتخرج وتخليه معاهم لا. على هذه المراه هي خارجه معاه ومخلين الدري مع المراه الكبيره. المراه الكبيره عندها شي 70 عام ومخليها في البيت الفوقاني وهي جالسه كتفرج كلشي الافلام ديالهم في الصالون لتحت. والبيت الفوق سادين عليه بوحدو مغطي بواحد المانطا خليط والحال سخون ولا كلي ما خداماش. ولدي عاد تيحمر وجهو حمر وهكا العرق العرق. وانا كنقول على هذيك المانطا وطاحت لي على وجهو على هذا وتا واحد ما حداه عرفتو. اخر مره تعصبت بزاف قلت صافي صافي. انت هي اصلا كان نهار اثنين وهو نورمالمون كيمشي لاكريش حتى الا بغيت نخرج نور راه يمشي لاكريش. ما كنبغيش نديه لبلايص الزحام. انا هاشم اللي بغيت نخرج نديه البلاي جراوند مثلا شي محميه مشينا للجردة مشينا البلايص المفتوحين يعني باش يمشي والترونسبور والزحامات ولي ريستورون داكشي لا. ايوا تو البنات غنقول لك حتى حد ما يدير لك قليل كاينين الناس صراحه بحال لك صاحبتي المصريه بحال لاكريش كينظموهم مزيان كل حاجه في وقتها الماكله في وقتها كل شيء فكتحسي يعني ولادك في امان. ايوا صافي هاد لا سيمين دابا تقريبا جوج خارجه مع جوج نولي بحال هكا نخرج نمشي نخرجهم من حد دابا كاين الضو هذا نخرجهم للبارك كل نهار نخرجهم بلايصات زوينين. بالنسبه للاصا اللي كنمشي ليها مشيت ليها على قبل هذاك البروغرام ديال لا فامي ديال تشايلد كير ولكن كيبان لي غنتحول لواحد لاصا اخر احسن منها صراحه كنت فيها. هذيك لاصا لاصا اي وقت كدي معك ولادك حتى 8 العشيه يعني نخرج دابا نهزهم على خاطري يلعبوا في لابيسين تاعياو ونعومهم وكل شيء ويقدروا يبقاو في تشايلد كير على متى انا نكمل فهمتي يعني فليكسيبل. هذه اوقات محدده ومرات تلقاي لابيسين حال ما كاينش المهم راك شي شويه مخربق. غندير معاهم غير هاد الشهر وغنتحول لاصال شي نتهويل الهضره مشات لي انا دايخه ونمشي لاصال جديده. لاصال جديده سميتها اللي كنت فيها شحال هذا سميتها لايف تايم فيتنس. الناس راه عارفينها راه تقريبا احسن سال دو سبور عائليه بحال كتحسي بها كدو لوكس في المنطقه.
ايوا صافي حتى هذه زوينه، راه عندهم داك الدكتور ديال التغذيه لا دا لي سبا لي تالي واعره. غير انا كما قلت لكم انا الاولويه ديالي هي بلاصه يكونوا فيها بزاف لي زاكتيفيتي لولادي اكثر، لي زاكتيفيتي اكثر، وحتى الهاشم حتى هو ندخلو معانا، مابقاش غير انا ونور زعما نخرجوا. هذاك لاصال الاخر فيها داكشي ديال لي بيبي، كاين وليدات قدو موجودين كيدير لك لي بوي وهذا، فبغيتو هكا حتى هو تو جوين ذا فان، مابقاش مسكين بحال هكا يعني من البلايص اللي مشيو ليهم ما يقدرش يمشي ليهم، بغيت نمشي شي بلاصه اللي حتى هو يقدر يتمتع فيها. ايوا هادشي اللي كاين. حنا غاديين كنتشافاو شويه بشويه. سمحوا لي انا ضربني شويه البرد. ام فيلين بارل، البنات قالوا لي بلا ما دير البوتوكس غنشوف، قالوا لي الابر ديال النضاره دابا نسول عليهم. بالنسبه لي سوان فيزاج انا راه شريتهم ديجا، خديت جوج الحصص وجوج الحصص ديال سوان فيزاج وحصه ديال المساج هذا كامل نجربوه. ف فوالا المهم حنا غاديين شويه بشويه ان شاء الله. خاص غير شويه التنظيم، خاصني نمشي للدار نجمع شويه داري، خاصني نقص تحت قلبي وندلوح شي حوايج، نلوح نلوح نلوح، لان حسيت الدار مزاحمه فهمتي، بزاف تخربيق بزاف كشي شي فوق شي كي مرضك شويه. ايوا هادشي اللي كاين، فيديو قصير اليوم. المهم شاركت معكم شويه اش درت انا والكسيكيتا، حياتنا شاك جور كوم كوم دابيتود، ونوريكم شعري فين كيفاش ولا. والله الا صافي صراحه عندكم الحق، الشعر كيبدل النفسيه وكيبدل حتى اللوك، يعني كل شيء ما في الخدمه قالوا لي شوفي يو لوك واي يونجر، قال لي كتباني صغار زعما كتباني صغيره على الشعر الطويل، اصلا كيبين الواحد كبير كبير ماتور وبعقلك وهذا، الشعر القصير شويه كي المهم كيبدل صراحه. ايوا هادشي اللي كاين، شكرا شكرا بزاف على المتابعه، سي يو نيكست تايم.